أجواء الاحتفالات لسه ما انتهت، واليوم الوطني طبعا قاعدين بنحتفل به بشكل مختلف في كل مرة، لكن لفتتني بعض الصور لمسيرة في الواجهة البحرية بالدمام، وهي عبارة عن مسيرة للإبل واللي تدل على اعتزازنا بالموروث السعودي الأصيل. طبعا هذه هي صور مشاهدينا زي ما حنا شايفين. بصراحة أنا كمان أمس لفتني فيديو أخوي اللي كان مصوره، كان من ضمن الاحتفالات نفس الشيء كده ناحية المدينة المنورة، برضو كانت في مسيرة للإبل، ومرة لفتني الموضوع أنه حلو كيف يعني بيتم استخدام الرموز السعودية التراثية اللي حنا طبعا بنعتز بيها، ودائما نقول أنه جميل جدا حنا اليوم في عام 2024 إنما دائما نتمسك ب تاريخنا، تراثنا، قصصنا، رموزنا، الافتخار طبعا بكل الرموز اللي تدل على الجزيرة العربية. من أحلى الاحتفالات اللي تصير عندنا في السعودية يمكن الاحتفال باليوم الوطني، كيف الناس تكون متحمسة، ويوم التأسيس أكيد إحنا متحمسين أكثر صح وأكثر. أنا من الآن صراحة متحمسة. إحنا قاعدين والله العظيم قاعدين نتجهز من الآن لليوم التأسيس، من كثر ما صدق الناس بادية تبدع، الأفكار بادية تطلع، حتى المنتجين، الناس اللي عندهم أفكار قاعدين يطلعون في هذه الأفكار الجديدة اللي تعجب كل أحد. يعني مو بس إحنا صرنا حديث العالم كله، كل العالم قاعد ينتظر اليوم الوطني السعودي، وقاعدين ينتظرون يوم التأسيس، وقاعدين نشوف كثير حتى دول قاعد تحتفل. أتوقع في واحد من أخبارنا صح حركته؟ لا لسه ما حركتي، حنقول بس حنقول. صح يعني كلامك صحيح أودي. يعني أنا من ضمن الأشياء كمان اللي يعني حبيتها بمشاركة المواطنين وكل الناس كيف إنهم يشاركوا في اليوم الوطني أو حتى في يوم التأسيس، مع أنه لسه بدري نحكي عليه. أقول شوفي كيف أودي، هي حركة ذكية صارت حتى الأجيال اللي الحين يعني كيف بيرجعوا، لا يبغوا يلبسوا هذا اللبس، صح اللبس يبغوا مثلا يعرفون اسماء اللبس، القطع، المنطقه الشماليه، الجنوبيه. استني انا بغيت اقول اشياء، المشكله اني مسويتها بس اني انا انسى. انا استني متشتت دائما اقول لهم القط ايوه كيف طريقته، الالوان اللي يستخدمونها، كل شيء. الجيل الصغير احنا نشوفه احنا كبار اسم اللي علينا ما نعرف ذي الاشياء مثل ما هم يعرفونها. لانه بالفعل يعني من الصغر لما نتعلمينه خلاص يقعد معاه لين ما يكبر. احنا توي بدينا نتعلم هذه الاشياء، يمكن من 7 سنوات 8 سنوات انا عن نفسي اتكلم اني بس اعرف هذه الاشياء. صح، كذا ما كان مسلط الضوء عليها، ما كنا نهتم بها بالفعل كثير بسبب انه يعني ما كانت واضحه بالنسبه لنا، لكن الان صارت واضحه ومرغوبه. وعلى فكره حلوه الفوتو سيشن اللي عملتيه، شفت الصور حبيبتي مره حلو.